في إطار النشاطات التي يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري الضرع الإنساني للدولة الجزائرية، قامت الدكتورة حملاوي ابتسام بهذه الحملة وهي توزيع طرود غذائية على مستوى 58 ولاية. من بين هذه القوافل استقبلت اليوم ولاية سمسيت هذه القافلة التي تحتوي على 1000 طرد غذائي الذي بدورنا سوف نقوم بتوزيعه على 22 بلدية، وسوف يتكفل اللجان المحلية بتوزيع على العائلات المعوزة خلال شهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله تكون كل العائلات تستفيد من هذه العائلات المعوزة التي بحاجة لهذه الإعانات.